بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. ان شاء الله نحل التمرين. التمرين الاول تمرين رقم واحد. نحله مع بعضنا ونشوف كيف الحل. واحد بيحكي لي ثلاثة عمليات تمت لدى احد البنوك خلال يوم عمل معين. 60,000 قيمة مبالغ مودعة نقدا. مودعة نقدا، مبالغ وين تبعت؟ اودعت نقدا في حسابات جارية دائنة، حسابات جارية مدينة، تمام. المبلغ المودع 60,000، نصفه تم ايداعه في حساب جاري مدين ونصف الاخر في حساب جاري دائن. في عندي طرفين للمعادلة، للمعاملة. الطرف الأول اللي هو الخزينة، إيش صار في الخزينة؟ زاد. إذن آخر أموال دخلت على حساب الخزينة، إيش حيكون القيد؟ 60,000 من حساب خزينة رئيسية. طب المصاري دخلت حساب الخزينة، طب سجلت حسابات مين؟ في حساب اثنين الى مذكورين، حسابات جارية دائنة، حسابات جارية مدينة. 30,000. طيب شباب، المبلغ اودع في حساب جاري دائن، تمام؟ فحساب الجاري الدائن ماله حيزيد، ماشي؟ طب حساب الجاري المدين هذا طبيعته دائن، هذا طبيعته مدين. لما ادخل مبلغ الحساب الجاري هذا خفض من قيمة القرض اللي اخذه في صورة حساب جاري مدين، وحنشرحه في المحاضرة القادمة. لكن انا في كل الاحوال عندي ايداع هان وهان، فبقول من حساب خزينة الى حساب الجاري. ايش مفروض يكون؟ حساب جاري دائم، حساب جاري مدين، تمام؟ اثنين، 40,000 مبالغ المسحوبة من الحساب الجاري الدائن نقدا، مبالغ انسحبت نقدا من الحساب الجاري. سؤال، ايش هيكون القيد؟ بنفكر فيها. قبل ما نفكر فيها ارجع لمبادئ المحاسبة. واحد، في حالة انا عندي طرف الخزينة نقدا، ايش طرف الخزينة؟ نقصد. ايش معناته انه نقصد؟ يعني الى حساب، الى حساب الخزينة. طب المبلغ انسحب من وين؟ من حساب الجاري، من حسابات جارية دائنة فقط. انت شوف وين الطرف الاضعف وامشي معاه. بالنسبة لك انت ايش فاهم؟ ايش عارف؟ عارف انه الخزينة نقصت، عارف انه الخزينة ايش؟ نقصت. خزينة بتنقص إلى، إذا إلى حساب خزينة ومن حسابات جارية الدائنة. أبينا مبالغ مسحوبة من الحسابات الجارية المدينة نقدا، نفس الشيء مبالغ انسحبت نقدا، إيش صار في الخزينة؟ نكسر إلى حساب الخزينة. من وين نقصد؟ من وين انسحبت؟ من حسابات جارية مدينة، من حسابات جارية مدينة، من حسابات جارية مدينة. أربعة، مبالغ مجموع 20,000، مجموع المبالغ المحولة
ها محولة إلى ولا من؟ إلى إلى الحسابات الجارية المدينة. إذن إلى حسابات جارية مدينة. من وين جبنا؟ من حسابات جارية دائمة. شو مثلها؟ عشرين ألف. بكل الأحوال حساب الجارية الدائمة انخفض بالقيمة وصار منها. طيب 55,000 قيمة حسابات قيمة مبالغ محولة إلى ها نفس الشغلة إلى حسابات الجارية الدائمة. إذن إلى حسابات جارية دائمة 50,000. طب من وين تحولت؟ من بنك سين. إذن من حساب البنك سين. ستة مبالغ المحولة 45,000 قيمة المبالغ المحولة من الحسابات الجارية المدينة إلى الفرع. يعني مبالغ تحولت من الحساب الجاري المدين راحت وين؟ إلى الفرع. إذا 45,000 من حسابات جارية مدينة إلى فرع ستة. سبعة 47,000 مبالغ المودعة بالحسابات الجارية المدينة بشيكات مسحوبة على فرع البنك. شيكات مسحوبة على فرع البنك. طيب مبالغ مودعة بالحسابات الجارية قلنا في الإيداع بداع إلى. إذا باجي بقول دخل الحساب دخل الحساب إذا إيداع دائما أقول في الإيداع بقول إلى إلى حسابات جارية مدينة دائما بعينيش حطاف مش هتكون في فرق بين هم هذا. طيب أودع دل أو في أو دي مش قصة في الشكات مسحوبة بشيكات مسحوبة على وين؟ على الفرع. إذا من حساب الفرع وبنطلب اسم الفرع بس. تمام كده؟ هاي سبع فقرات عملناهم هم أنا عندي 19 هنكملهم كلياتهم. حل 8 8 تفكير 8 المبالغ المحولة إلى الحسابات الجارية الدائنة من وين محولة؟ من البنك صاد. من البنك صاد محولة إلى وين؟ إلى الحساب الجاري. محولة إلى مودعة نفس المعنى محولة إلى قلنا محولة إلى أو مودعة فيه محولة إلى. إذن إلى حسابات جارية دائمة إيداع. من وين جاني المبلغ؟ من فرع صاد من البنك صاد حساب البنك صاد. تسعة المبالغ المودعة بالحساب الجاري الدائم مودعة مبالغ مودعة إيداع بالحساب الجاري الدائم. تمام؟ مش هكمل. إذن إلى حسابات
جارية دائمة. خمسة وخمسين. طب كيف ازاحت؟ كيف تم ازاحها؟ من الشيكات مسحوبة على بنوك بنفس البنك بنفس المدينة. مسحوبة، شيكات مسحوبة بنفس المدينة. ايش يعني نفس المدينة؟ يعني في غرفة مقاصة، في عنده غرفة مقاصة. إذا بيجبون شيكات راسل تحصيل في البسين ارتبط قيمة مقاصة بس بالتوضيع. تمام؟ إذا احنا أخذنا الطرف الأضعف اللي احنا عارفينه 10 مبالغ المودعة بشيكات والمودع بشيكات بالحسابات الجارية الدائنة والمدينة. مودعة بالحسابات الجارية الدائنة والمدينة. إذا في عندي مبالغ أودعت في الحسابين مناصبة مش هكمل هنا الفقرة، طالما إذا هقول إلى مذكورين حسابات جارية دائنة، حسابات جارية مدينة. ثمانية ألف يعني أربعين ألف. أربعين ألف من وين دعت؟ من مذكورين. من وين جئت المبالغ؟ من مذكورين. مناصبة برضو من الفرع 9 وفرع 10. إذن من فرع 9 من حساب فرع 10 في 40,000 أبي. تمام؟ 11 الفوائد الشهرية لمين؟ لصالح الحسابات الجارية الدائنة. يعني لي ولا على؟ لي. يعني مبالغ أودعت في أو للحسابات الجارية الدائنة. عندي فوائد تم إيداعها لصالح الحسابات الجارية الدائنة. إذا هنقول إلى حسابات جارية دائنة. وإيش نقول هنا؟ من حساب فوائد مدينة. هذا يدل على أن البنك قام بتشجيع العملاء على فتح حسابات جارية دائنة لكي يقوم باستمرارية في إيداع أموالهم، فأخذوا فوائد رمزية في وان تم إيداع القيمة في حساب جاري العميل. تمام هيك؟ تمام. نرجع نقول لو بدي اعكس القيد او اعكس المفهوم حنقول فوائد وكيف خصمت من. لو انا قلت فوائد شهرية خصمت معناته انه تم الخصم، لكن قال لي فوائد شهرية لاجل لي، يعني لاجل تتبع حساب الجاري. تمام؟ او لصالح حساب الجاري، فهنا إضافة. تعال نشوف اللي بعديها. البادية بتوضع 12 بوضع 11. 12 بوضع 11. قال لي 12,000 فوائد شهرية على حساب الجاري المدينة. على معناته تم خصم المبلغ، يعني قام البنك باحتساب فوائد مستحقة على الحساب الجاري المدين. فهنقول من حسابات جارية مدينة، فهي أنها إيراد لصالح البنك، إيراد فوائد دائمة. هذا هنا مصروف، قيمة
1200 13 العمولة على يعني تم أنا أطلب من العميل هخصم من العميل قيمة العمولة. يعني عميل عنده مبلغ عنده رصيد بألف دينار لما أنا أخصم منه 10 دنانير ما راح يصير عنده 990 دينار. تمام؟ فهنا المبالغ العملاء على الحساب الجاري المدين والدائن مناصفة. فأنا عندي أهم حاجة عندي عمولة، عمولة لمين صالح مين؟ صالح البنك. تم حسابها على مين؟ على حساب الجاري، أي حساب مدين دائن مش مشكلة. لكن عمولة احتسبت على الحساب الجاري. لصالح مين؟ البنك. بالنسبة للبنك شو حتكون؟ إيراد. إذا حنقول إلى إيراد عمولات. تمام؟ كم قيمة العمولة؟ 13000. طيب من وين تم تحصيلها؟ من حساب جاري الدائن والمدين. إذن من حساب حسابات جارية دائنة، من حسابات جارية مدينة مناصفة، يعني 6500. إذن من مذكورين هاي 13 14. تعال نشوف 14 بيقول لي المبالغ المسحوبة، طبعا هتكون المبالغ مسحوبة من حسابات الجارية المدينة. طب هنا مسحوب نقدا ولا كيف؟ ما ذكرش اذا نقدا. طب قلنا بشيء بيختلف، لكن نقدا اذا المبالغ في كل الاحوال انسحبت من البنك. كيف ايش كيف تحسب؟ كيف تحسب من البنك؟ تحسب نقدا. اذا الحركة هتأثر على حساب الخزينة ولا؟ طبعا هتأثر على حساب الخزينة. ايش حصير حساب الخزينة؟ هينقص. اذا الى حساب الخزينة ومن حسابات جارية مدينة. اكتب مدينة دائنة، اكتب دائنة. آسفين يا شباب، تمام كده. نيجي نشوف 15. المبالغ المحولة من الحسابات الجارية الدائنة إلى حسابات جارية وين؟ في بنك ثاني. إذا محولة من حسابات جارية معناته هنقول من حسابات جارية دائنة. أنا رصيدي مدين دائن، لما حولت أخذت منه مصاري هتخفض. ايش طبيعة حسابي انا؟ دائن. انا وين حسابي في الثاني؟ انا حسابي وين؟ في البنك، حساب جاري دائن. طبيعته دائن. رحت حولت من رصيد حسابي لاحد العملاء في البنك ثاني. ايش حصير في الحركة؟ هو حسابي دائن، حتنقص، إذا حصير نقص في الرصيد. كيف هلجم حسابيا؟ رصيد حسابي دائن. هنعمل حركة مدينة بالحساب للتخفيض. فقلنا من حساب حسابات جارية دائنة إلى حساب بنك وسين عين، فهذا سهل.
16 مبالغ مودعة بالحساب الجاري المدين. طالما مودع إذا هنقول إلى حسابات جاري مدينة دائنة مدينة كم القيمة؟ 20,000 من وين؟ تشير الصبع على حسابات جارية دائنة لدى فرع البنك. حسابات جارية دائنة لدى فرع البنك هنا صحيح شيكات مسحوبة على حسابات جارية دائنة لدى فرع البنك هنا شباب تدخل مقاصة فأنا مباشرة حرسل الشيك إلى الفرع هطلب منه إيش؟ يخفض حساب عميله بقيمة الشيك فهنا هنقول حساب فرع البنك 20,000 17 مبالغ محولة من الحسابات الجارية الدائنة إلى ودائع التوفير إذا في عندي حساب اسمه ودائع التوفير هنقوم نضيف القيمة المبلغ المحول إلى حساب الوديعة إلى حساب الوديعة إيش هتكون تكون لو مش عارفين إيش معنى وديعة المهم أنا في عندي حساب اسمه حساب ودائع توفير هقوم إضافة المبلغ إلى حساب الوديعة طب المبلغ هيسحب من وين من حساب الجاري طب أنا لما أسحب من الحساب الجاري هنكون الحساب الجاري إيش هو دائم لما أسحب منه إيش هصير مدين إذا قلنا في كل حوال حد السحب بقول من حساب حسابات جارية ليه كم قيمة 30,000 طيب حسابات جارية خلاص ساعتها بعدها بروح بشوف أنا دائن ولا مدين بغير دائن بكتب كلمة دائنة تمام وين راح المبلغ إلى حساب ودائع توفير آخر حركتين 10,000 قيمة فواتير هاتف دفعها البنك نيابة عن عملائه طب البنك من وين هيجيب حساب جاري العميل إذا هيخصم من حساب جاري العميل علشان يدفع لشركة الاتصالات الفلسطينية تمام الجد فهيخصم من حساب العميل وهيضيف القيمة في حساب ايش الاتصالات تمام في القيد مش هينذكر كلمة فواتير هاتف أنا مبالغ محولة من حساب العميل إلى حساب الاتصالات فحنقول من حساب من إذا هنا إذا أنا هخصم من حساب جاري العميل من حساب حسابات جارية دائمة في كل الأحوال يا شباب أنا خصمت أو سحبت مبلغ من حساب الجاري الدائن لصالح مين؟ شركة جوال أو شركة الاتصالات الفلسطينية فهنا في كل الأحوال المبلغ ماله حينخصم أو حينسحب من حساب جاري العميل كم المبلغ؟ 10,000 طب وين راح المبلغ؟ إلى حسابات جارية بين قوسين شركة الاتصالات بقيمة فاتورة الهاتف 19 المبالغ المسحوبة من حسابات الجارية الدائمة عن طريق الصراف الآلي مبالغ مسحوبة من حسابات الجارية الدائمة طب مسحوبة من حسابات الجارية الدائنة عن طريق الصرف الآلي الصرف الآلي تعمل مع عملية الخزينة إذا هنقول مبالغ مسحوبة من حساب إيش الخزينة إذا من حساب حسابات جارية دائنة إلى حساب إيش الخزينة 15,000 وهيك بكون إحنا حلينا
التمرين رقم واحد، وان شاء الله نكمل مع بعض يا شباب التمارين الثانيه. يعطيكم الف عافيه.